وأنه لا علاقة بالراتب برواتب الموظفين بموضوع الاقتراض. وأيضا من جانب الحكومة اليوم أكدوا هذا الموضوع من جانب الوزير والمتحدث باسم رئيس الوزراء. إذن ما الذي يمنع من صرف مستحقات الموظفين وتأخيرها؟ لماذا لا يكون هناك يعني ضغط من اللجنة المالية لحسم هذا الملف؟ هذا السؤال ينبغي أن يوجه للحكومة. هي ربطت هذا الموضوع بالشهر الماضي إطلاق رواتبها بقانون الاقتراض، وبعد ذلك وزعتها بدون تشريع أي قانون. وهذا الشهر أيضا بالتالي نحن في اللجنة المالية يعني ممتعضين من هذه الخطوة، لأنه المتضررين ليسوا فقط أصحاب الرواتب البالغ عددهم حوالي 6.5 مليون، وإنما هناك 8.5 مليون في القطاع الخاص معتمد تقريبا بشبه كامل على يعني طبقة أصحاب الرواتب الذين يعتبرون الطبقة الوسطى في المجتمع، حلقة الوصل بين القطاع الخاص وبين الأغنياء. بالتالي المتضرر هم حوالي 15 مليون شخص من هذا التأخير، وينبغي على الحكومة أن لا تلجأ إلى هذا الخيار. وقلناها في الشهر الماضي وكررناها في أكثر من يعني لقاء وأكثر من وسيلة إعلامية. طيب أستاذ جمال، باختصار لو سمحت، يعني غدا إن شاء الله الاجتماع مع الكادر المتقدم من وزارة المالية، ما هو السؤال الأهم أو السؤال الكبير الذي ستواجهون به هذه اللجنة أو ستطرحونه على هذه اللجنة؟ سنطلب من عندهم بشكل صريح وواضح ما هي الأرقام الحقيقية التي يحتاجون إليها شهريا، وسنضربها في 4 أشهر أو 3 أشهر المتبقية، ويتحول إلى ونجمعها مع يعني بالرقم الموجود عندهم كموارد وينضاف كقروض، وهذا الرقم الجديد هو الذي سيكون الرقم الذي يمضي به اللجنة المالية للحكومة. نشكرك جزيلا أستاذ جمال كوجر عضو اللجنة المالية النيابية على كل هذه التفصيلات.